بطولة السكواش اللي تمت المرة دي يمكن من أكبر، لم تكن أكبر البطولات اللي تمت في مصر من حيث مشاركة الأندية واللعيبة. احنا شارك من الأندية 33 نادي وهيئة، اشترك في البطولة 975 لاعب، عدد كبير جدا ما شاء الله، حاجة مشرفة. وبالمناسبة برضو الحمد لله النادي الأهلي كعادته محقق 22 كاس في البطولة دي، فعلى مستوى كل الترحاب وكل الضيافة لجميع الأندية والهيئات اللي كانت موجودة، كعادته النادي الأهلي كان مضيافا، وكانت البطولة على قدر عالي جدا من الحمد لله من الروح الرياضية والاحترام، وفي نفس الوقت التنظيم الجيد اللي دايما الحمد لله بيتميز به القائمين على العمل في النادي الأهلي. كالعادة الحمد لله الأهلي في نظام قائم على كل واحد عارف شغله ايه، في مجلس إدارة بيوفر كل السبل المتاحة وكل الأدوات المتاحة لكل الأجهزة والإنجاح جميع البطولات والأحداث اللي بتحدث جوه النادي، في إدارة تنفيذية، في إدارة نشاط رياضي كلهم على أعلى مستوى، في مديرين فنيين بيقوموا بشغلهم، فالحمد لله أدام في سيستم قوي وبيتيح لكل واحد يقوم شغله، في النهاية أي حدث بيقام داخل النادي الأهلي بيصيبه النجاح. جميع البطلات والأبطال النادي الأهلي طبعا الأول، الحمد لله هو ده قدر النادي الأهلي، وده اللي بنقوله دايما، هو دايما الأهلي رقم واحد، ويستعدوا للي جاي على طول بقى، يعني اللي انتهى الحمد لله بطولة، والبطولات الجاية كعادتنا الحمد لله إن هم دايما يكونوا نمرة واحد. ببارك لكل برضو اللي فازوا من لعيبه ولاعبات السكواش، ولادنا في جميع انديه مصر. بشكر كل الانديه والهيئات اللي شاركوا. بشكر مره تانية كل القائمين على انجاح البطوله دي، ودايما النادي الاهلي مفتوح لجميع انديه مصر بكل الترحاب لتنسيق مسابقات بطولات. هو ده النادي الاهلي، هو الحمد لله هو اللي بيحتوي جميع انديه مصر، هو اللي دايما بيمتاز بالترحاب لجميع انديه مصر. اي مشارك في الرياضه المصريه النادي الاهلي تاريخه هو كده، هو الحمد لله هو اللي بدا وهو اللي بيستوعب كل انديه مصر. فالحمد لله ومبروك للفائزين، والف شكر لجميع من قاموا على هذا الحفل وهذا والبطوله نفسها. مبارك لبطلات وابطال النادي الاهلي في مختلف الاعمار السنيه، وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان هم 22 كاس من نصف عدد جاوز 900 مشارك في هذه البطوله، وده رقم قياسي. فالنادي الاهلي زي ما بيفخر باحراز الكؤوس، زي ما بيفخر دايما بحسن تنظيمه للبطولات الموكله اليه. فالحمد لله جميع الاخوه اللي شاركوا من جميع انديه مصر شرفونا، وبغض النظر عن النتائج ولا اي حاجه احنا بنعتز بيهم، وبنقول ان الصرح الكبير مجمع الاسكواش البيضاوي يعني اعرق واحسن مجمعات الاسكواش اللي في العالم كان بيحتضن هذه البطوله، وبقول ان النادي الاهلي بيحتضن يعني عدد من الابطال وبطلات المصنفين عالميا. فالحمد لله النادي الاهلي النهارده احتفل بابطاله وبطلاته، واللي باذن الله دايما يكونوا في المقدمه. الحمد لله بشكر قناه الاهلي اللي هي متابعه علينا بصفه مستمره طبعا. لو انا اتكلم البطوله فيها 33 هيئه ونادي مشاركين فيها، 975 لاعب جميع المراحل السنيه، الكل بيتسابق الاشتراك في بطوله النادي الاهلي بما بتحمله من قوه ونقط تصنيف بتحدي التصنيف اللعيبه خلال الموسم. الحمد لله النادي الاهلي عمل في البطوله دي انجاز كبير جدا، هو حصوله على 22 كاس، وده ما فيش اي نادي عملها في اي بطوله، فتعتبر ده والتاريخ ينضم الى تاريخ النادي الاهلي الكبير طبعا. احنا كجهاز فني او كرئيس جهاز بنقول دوت النادي الاهلي كان بعيد فتره، لكن احنا خلاص النهارده بقينا الحمد لله بننافس على القمه في الاسكواش، ودي حاجه تحسب للرئيس واعضاء مجلس اداره النادي، اداره النشاط الرياضي الحمد لله موفر لنا كل شيء، ودوت الانجاز ان شاء الله بنوعد ان الجاي هيكون احسن ان شاء الله. الحمد لله يعني ربنا وفقنا زي كل سنه، يمكن السنه دي برده كان في شويه حاجات مختلفه فيها. العدد كان كويس جدا، شارك حوالي 975 لعيب، 33 هيئه رياضيه. الحمد لله البطوله مشيت الحمد لله من غير مشاكل خالص، لحد ما وصلنا ان احنا السنه اللي فاتت كنا جايبين 15 كاس، السنه دي الحمد لله جبنا حوالي 22 كاس في البطوله.
والحمد لله تمت على خير، وزي ما انت شفت الناس كانت مبسوطه جدا، ودايما بطوله النادي الاهلي على تبقى على راس او على قمه البطولات اللي موجوده بالنسبه للجمهوريه في السكواش. اهتمام كويس، تنظيم كويس. البطولات الجايه طبعا عندنا بطوله عالم الاسبوع الجاي ان شاء الله في امريكا، بعديها ان شاء الله عندنا بطوله الجونه وبطوله البريتش اوبن، فبتاعت بطولات مهمين جدا لينا، وان شاء الله احنا نقدر نحقق حاجه كويسه. يعني بطوله مهمه جدا ومن اهم البطولات في السيزون بتاعنا، ان هي بتبقى على نادينا في النادي الاهلي، وبتبقى بتاثر في الترتيب بتاعنا المحلي، وبتفرق معنا في ترتيب بطوله الجمهوريه وفي الدوري. فاحنا الحمد لله انا وكريم، كريم كسب بطوله وانا طلعت تاني، فكانت حاجه مهمه للنادي ولينا الحمد لله. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا اكسب بطوله النادي الاهلي، دي بطوله النادي بتاعي اللي انا بلعب فيه، انا من ناشئين الاهلي، فبالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا اكسب البطوله. زي ما حضرتك شايف بطوله كبيره فيها لاعبين كتير من نوادي مختلفه، فالحمد لله كانت بطوله ناجحه جدا. ومن اول ماتش ليا كنت بلعب مع ناس من الاهلي ومن نادي سموحه وسبورتنج، ف الحمد لله ان انا في الاخر كسبت اخدت اول. انا بدات من 16 ولعبت 16 وال8 وال4 والفاينل وكسبت الحمد لله. طبعا عايزه اشكر الكابتن بتاعتي كابتن عمرو فهيم وكابتن محمد سمير. لا، هي المنافسه طبعا تختلف من سن لسن، لان بلعب ناس اكبر مني، بتبقى 2004 وانا لسه 2006، فبيبقوا في فرق سنين. طبعا بتبقى يعني المنافسه بتبقى حلوه قوي، والبطوله يعني بشكل عام هي حلوه، انا بحبها عامه قوي وليا فيها يعني ذكريات حلوه قوي في النادي هنا.